بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في كتاب منهج السالكين، قال: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهذا الباب في أنواع من السجود، وإن كان فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. تجاوزوها، ما تقرأ إن شاء الله. باب سجود السهو والتلاوة والشكر كما ذكرنا، فإن هذا الباب كما ذكرنا فيه أنواع من السجود، وهذه الأنواع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فسجود السهو واجب، وسجود التلاوة والشكر مستحب. وأما السجود الأول وهو سجود السهو، قال: وهو مشروع. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هكذا لخص الشيخ رحمة الله عليه باب سجود السهو في هذه العبارات الموجزة. وهذا الباب أيضا من الأبواب المهمة المتعلقة بأحكام الصلاة، فإن الإنسان من ما جعل الله فيه ومن ما جعل فيه من خصائص أنه ينسى، أنه ينسى. والنسيان هذا شيء أصيل في الإنسان، ولولا النسيان لما عاش الإنسان في هذه الحياة الدنيا، إذ أن الإنسان إن لم ينسى ازدحم عقله وما استطاع أن يحتفظ بكل ما يخالط. ولذلك كان النسيان في كثير من الأحوال رحمة من الله عز وجل بالإنسان. والنسيان في الصلاة يحدث للمسلم، ولا سيما وأن هناك شيطان مخصوص يأتي في الصلاة يحاول أن يفسد على هذا المصلي صلاته. وهذا الشيطان إذا أراد أن يفسد يدخل إلى خواطر الإنسان، ويعني ما في داخله بخواطر ونحو ذلك، يحاول أن يفسد عليه صلاته بأن يذكره بأشياء من غير جنس الصلاة، فيخلط عليه ربما في صلاته، ولا سيما إذا كان الإنسان غير خاشع الخشوع المطلوب. ولذلك فقد يحدث النسيان في الصلاة، وهذا حدث لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم،
وليس هذا معناه أنه صلوات الله وسلامه عليه قد خرج عن خشوعه في الصلاة كما يحدث لنا، إنما هذا أجراه الله عز وجل عليه لبيان بشريته ولبيان كذلك هذا الحكم للأمة من بعده، وهو ماذا يفعل المسلم إذا نسي في صلاته أو حدث له خلل أو شك أو نحو ذلك. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم، أي كان يسهو يعني سهى في الصلاة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة هذا النسيان في الصلاة، فبذلك حصلت مواقف أخذ منها بعد ذلك أحكام وفقه لهذه المسألة، وهي ما إذا سهى المسلم في صلاته فزاد أو نقص أو شك أو حصل اضطراب من أي نوع في صلاته ماذا يفعل. فذكر العلماء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نسيانه صلوات الله وسلامه عليه، نذكر منها من الحاشية بعضها. نأخذ أول حديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، سلم في ركعتين، والمفترض يسلم بعد أربع. قال: ثم أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا. أتى جزعا، جزع شجرة، في قبلة المسجد ناحية القبلة، فاستند إليها مغضبا. وفي الحديث هنا اختصار، أو في هذه الرواية اختصار، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين ثم قام فدخل بيته، فسمع الناس يتكلمون فخرج عليهم فوجدهم يتكلمون فسأله، فهاب أن يسأله الصحابة الكبار حتى قام رجل من القوم يقال له ذو اليدين، فهو الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث كان بسبب أن الناس قد أحدثوا صوتا في المسجد بعد انصرافه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل كذلك على حرمة الضجيج أو التشويش على المصلين في المسجد ولو كان ذلك بذكر الله عز وجل. فالصحابة كانوا يتكلمون في شأن الصلاة وفيما حدث في الصلاة. قال: فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم وخرج سرعان الناس. سرعان الناس إما يقصد به النساء وإما يقصد به أصحاب الحاجات الذين يصلون وينصرفون مباشرة. قال: وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة، الصلاة أصبحت بعدما كانت أربع أصبحت ركعتين. فقام هذا الرجل ذو اليدين رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل الصلاة صارت يعني لها هيئة مختلفة عن ذي قبل أم نسيت؟ وذلك أنها أصبحت بدلا من أربع ركعتين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ يعني يسأل الصحابة الموجودين: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم. فقالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. قال: فصلى ركعتين وسلم. يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل إلى الإمامة وصلى ركعتين الباقيتين من الصلاة وسلم، سلم بعد الركعتين.
ثم كبر ثم سجد، يعني سجد بعد السلام، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد السجدة الثانية، ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت، أي يعني أبي هريرة رضي الله عنه يقول وأخبرت، أبو هريرة رضي الله عنه يقول وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم، يعني بعد ما سجد السجدتين بعد السلام ماذا فعل؟ سلم. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن من سجد بعد السلام سلم أيضا، أن من سجد بعد السلام سلم أيضا غير السلام الذي كان في الصلاة. فهذا الحديث فيه دليل على حدوث نسيان في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر هذا النسيان. بماذا؟ بأنه أتى بما ترك. وهذا ما هو معنى قول المصنف معنا في الكتاب، ارجع للكتاب، قال في الفقرة الثانية، قال أو نقص شيئا من المذكورات، نقص شيئا من المذكورات، ركوع أو سجود أو قيام أركان، أتى به وسجد للسهو. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسي أركانا، بل نسي ركعات صلى الله عليه وسلم. إذن فمن نسي ركعات أو أركان فعليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي بها، فإن كان قريب العهد بالفعل رجع إليه، وإن كان بعيد العهد عنه أعاده. مثال: نسي أنه نسي السجود في الركعة الأولى، نسي السجود في الركعة الأولى، فتذكر وهو يقوم من سجدة، أو نسي سجدة مثلا من الركعة الأولى، تذكر وهو يقوم من هذه السجدة فقط الأولى فقط أنه لم يسجد السجدة الثانية، ماذا يفعل؟ يرجع مرة أخرى ويأتي بالسجدة الناقصة ويكمل صلاته. لكنه إذا تذكر بعدما وقف وقرأ الفاتحة مثلا ونحو ذلك، وشرع في الركوع ونحو ذلك، فهذا يلغي الركعة الأولى بالكلية ويأتي بركعة جديدة، لأن تمام الركعة لا يكون إلا بهذه السجدة التي فاتته. ولذلك من ترك ركنا وجب عليه أن يأتي به، ويأتي به إن كان قريب العهد، وإن كان بعيد العهد به فإنه يأتي بالركعة كاملة. قال المصنف: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا. هنا بدأ بالزيادة، إذا زاد الإنسان في صلاته زاد ركوعا أو سجودا أو نحو ذلك. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد في صلاته، زاد في صلاته، هو الحديث الثاني في الحاشية، الحديث الثاني في الحاشية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، صلى بنا خمسا، قال: فلما انتقل توشوش القوم بينهم، لما انتقل يعني انتهى من صلاته، توشوش القوم بينهم، تكلموا: هل الصلاة أصبحت خمسا أم ماذا حدث؟ فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسا. قال: فانتقل، يعني محل ما كان يصلي، ثم سجد سجدتين، ثم سجد سجدتين. هنا برغم أنه زاد في الصلاة كذلك أتى بالسجدتين، هذه السجدات التي هي تسمى بسجود السهو تكون في الزيادة والنقصان وفي كل خلل، وذلك لفضل ذلك،
لفضل ذلك. ولذلك تجد الدليل على يعني فضل هذا السجود هو حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عموما في مسألة سجود السهو، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجبر كل خلل بهذا السجود، بهذا السجود. والحقيقة إنه بعض الفقهاء أخذ من أحاديث السهو فائدة عظيمة جدا استنبطها، وهي في محل النزاع في مسألة هل القيام أفضل ولا السجود أفضل. القنوط يعني والقيام، الإنسان يظل يقرأ أفضل قائما، ولا كثرة السجود طول السجود أفضل. فمن قال بالسجود استدل من بين ما استدل به بمثل حديث أحاديث الإش السهو عموما، فقال لو لم يكن السجود أفضل الأفعال ما اختاره الشرع ليكون هو الجابر لكل خلل، الجابر لكل خلل. فهذا الحديث زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته خمسا، فانتقل كما قال ثم سجد سجدتين ثم سلم، سجد السجدتين ثم سلم. وهذا أيضا الحديث فيه دليل على أن من سجد سجدتين للسهو فعليه السلام بعد السجود. ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فهذا الحديث فيه زيادة، فيه أنه زاد يعني ماذا فعل؟ سجد للسهو فقط. وعليه فمن زاد في صلاته ركنا أو فعلا أو قولا أو شيئا من ذلك فتذكر، فعليه أن يسجد للسهو، أن يسجد للسهو بعد الصلاة، وإن تذكر قبلها فعل، تذكر قبل الصلاة قبل التسليم يعني فعل هذا السجود. وهنا مسألة وهي لماذا قام الصحابة الخامسة، وهل إذا صلينا خلف إمام قام للخامسة ونحن نعلم أنها الخامسة فهل علينا القيام والمتابعة مثل ما فعل الصحابة أم أننا لا نتابعه في ذلك؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، لكن بترك التفصيل الطويل الأظهر أننا لا نتابعه. وأما الصحابة فإنه كان زمن تشريع فلعلهم ظنوا أنها ستتغير، أما نحن فقد استقر الشرع في زماننا، وإذا زاد الإمام سبحنا به وذكرناه، وإذا أصر بقينا على حالنا حتى يرجع أو فارقناه، أو فارقناه. والبقاء على الحال أن تجلس حتى ينتهي هو من الخامسة ويجلس ويتشهد ويسلم فتسلم معه، ثم بعد الصلاة نذكره ونقول قد زدت خامسة. وعلى الإمام إذا قام لخامسة أو نحو ذلك وهو متيقن لذلك عليه أن يواصل ما لم يذكره الكثرة، ما لم يذكره الكثرة من الناس، فإذا سبح به كثرة من الناس فليرجع إلى قوله، لأن قول الكثرة أضمن من قولي أو من ظني الواحد. قال أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، ترك واجبا من واجباتها سهوا مثل التشهد الأوسط، فقد يترك الإنسان واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأوسط، وقد حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل إذا نسي واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات؟ هل يعود لفعل هذا الواجب من الواجبات أم يتجاوز ويسجد للسهو؟ قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، سهوا. فهنا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك، في أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس لم يجلس للتشهد الأوسط.
قال الحديث الثالث عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به. فقام في الركعتين يعني ماذا؟ لم يجلس بعد الركعتين، فقام في الركعتين فسبحوا به. وهذا فيه دليل على أنه إذا قام الإمام من قام الإمام ولم يجلس للتشهد الأوسط فعلى المصلين أن يسبحوا. وهذا ربما يعني يفوت بعض المصلين ظنا منه أن هذا هو الصحيح. يعني كثير من إخواننا يعلم أنه لا يجوز له أن الإمام إذا قام لا يجوز له أن يجلس هو، وإنما يتابع الإمام. أي نعم، وهذا هو الصحيح. فطار الإمام يقوم ولا يذكره أحد، ولا يذكره أحد، لا لابد للمصلين أن يقول له سبحان الله. لماذا؟ لأنه متى سيتذكر أنه نسي التشهد الأوسط؟ فأنت وإن كنت عالما أنك لن تجلس، ومع ذلك فينبغي عليك أن تقول له سبحانك. قال فسبحوا به فمضى، أي صلى الله عليه وسلم مضى في صلاته. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. يعني لم يرجع صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأوسط، قام من الركعتين ولم يجلس التشهد الأوسط، لم يرجع. وذلك كما جاء في رواية أخرى قال فإن استتم قائما فلا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع. ولذلك لو لم يستتم قائما جاز له الرجوع. يعني الإمام هو بيقوم بعد الركعتين نسي التشهد الأوسط وهو في وسط مثلا النهوض، تذكر له أن يجلس، له أن يجلس ويأتي بالتشهد الأوسط. أما إن استتم قائما فلا يرجع، وذلك لأن القيام ركن والتشهد واجب، فلا يرجع من هذا الركن إلى الواجب، وعليه أن يسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته. أي نعم. والسجود كما يعني سبق هذا له فضل عظيم، أنه يجبر الصلاة، يجبر الصلاة. ولذلك حكم السجود، حكم سجود السهو، حكمه واجب، حكمه واجب في الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، واجب في الصلاة. يعني إذا ترك واجبا وأخل بصلاته في واجب قولي أو فعلي فإنه يجب عليه سجود السهو، وأنه يجب عليه وإن نسيه أن يأتي به بعد ذلك، أن يأتي به بعد ذلك. أي نعم. قال أو شك في زيادة أو نقصان، أيضا إنه يجب عليه سجود السهو إن شك في زيادة أو نقصان. شك في زيادة أو نقصان يعني مثال وهو يصلي قال هل أنا صليت، هل أنا الآن في الثانية ولا في الثالثة، أنا في الثالثة ولا في الرابعة، وهكذا. هذا إنسان قد شك في صلاته، فإن حصل له ذلك بزيادة أو نقصان فعليه أن يسجد للسهو، وإن شك في النقصان فعليه أن يبني على الأقل وهو اليقين. إن شك في النقصان يعني ماذا؟ الصلاة بيصلي صلاة رباعية، صلاة رباعية، فقال أنا في الثالثة ولا في الرابعة، هذا شك في النقصان ولا في الزيادة؟ في النقصان. أما لو قال أنا في الرابعة ولا في خامسة، سآتي بخامسة، فهذا شك في الزيادة، شك في زيادة، هو متيقن أربعة لكنه في شك أنه ممكن يكون في خامسة ولا لا، لما يقول هو أنا قايم أجيب خمسة ولا أنا خلاص في الأربعة، غير من قال أنا في الثالثة ولا في الرابعة،
أنا فضل لسه ركعة ولا خلاص؟ هذا شك في النقصان. فمن شك في زيادة أو نقصان بنى على الأقل وسجد كذلك للسهو. وهذا هو الحديث كذلك الرابع، حديث أبي سعيد في الحاشية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. اللي شكك ثلاثا أو أربعا، اللي استيقنوا ماذا؟ ثلاثا. اللي شكك أربعا ولا خمسا؟ أربعا. وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، أي بسبب ما حصل منه من الشك اختل أمر الصلاة، فلما زاد إن كان زاد شفعنا له. يعني ماذا؟ جبرنا أو جبر هذه أو هذه الزيادة جبرت هذا النقصان، جبرت هذا النقصان وأدت إلى كماله. وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني إن الشيطان لا يستطيع أن يأخذ منه شيئا، فإن الشرع قد كفل له ما يسد به هذا الخلل وهو السجود. إذن فمن زاد من شك، فمن شك في زيادة أو نقصان بنى على ما تيقن وهو الأقل، ثم سلم ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. ويأتي طبعا بما تبقى شك في زيادة في ثلاثة أو أربعة، يبقى بقي له ركعة. نعم. قال: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم، الكتاب ارجع للكتاب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. قام عن التشهد الأول فسجد، الرواية التي سبقت وهو حديث عبد الله بن مسعود، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وهو حديث ذو اليدين، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، ومن سجد قبل أو بعد فلا حرج، وأفضل ذلك أن يسجد قبل السلام في كل الأحوال إلا ما ورد في الأحاديث، وذكرنا ذلك في الحاشية، قلنا محله، اختلف العلماء في محل سجود السهو، والأظهر أن سجود السهو كله قبل السلام، قبل السلام، إلا مواضع السجود الواردة في الأحاديث فتستعمل كما جاءت. يعني من استطاع إدراك ذلك فعل. يعني حديث مثلا: لما زاد خمسا سجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. حديث: لما صلى ركعتين سجد قبل ولا بعد؟ قبل السلام، لأنه أتم ثم سجد ثم سلم. نعم. الحديث: إذا شك في صلاته يسجد قبل ولا بعد؟ قبل. إذن فقبل أو بعد فكله جائز، وأفضله أن يكون كله قبل السلام إلا ما كان في المواضع التي كان فيها بعد السلام. أي نعم. قال: فتستعمل كما جاءت، وهذا الخلاف كله حول الأفضل في موضع السجود، وإلا فالكل أي العلماء
لا يختلف على صحة الصلاة سواء فعله قبله أو بعده. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا يفسد الصلاة. وأما اختلافهم في الأفضل والله أعلم. نقف على سجود التلاوة للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.